سؤال آخر، أريد أن أسأل سؤالا بخصوص بنتي، تأخذ إبرة في جلدة البطن من أجل التنحيف، التخسيس، إنقاص الوزن، هل يجوز أن تأخذها قبل موعد الإفطار بساعة؟ الغرض منها تقليل فتح الشهية للطعام. الجواب عن هذا يا رعاك الله أن جميع الإبر، جميع الحقن لا تفطر الصائم، الجلدية والعضلية والوريدية، لا يستثنى إلا الإبر المغذية التي تقوم وقام الطعام والشراب، فما سألت عنه يا أمة الله لا يفسد الصوم إن شاء الله. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، اللهم آمين.